حاولوا خلال الفترة الماضية وهذه معلومة قدر الإمكان وفتحوا كل شيء وأعطوا كل شيء وتنازلوا عن كل شيء، فقط لا تردوا بكلكم، فقط على إيران أن ندرس كيفية الرد. أن تردوا لكن خليكم. من اللي حاول؟ كانت الأب الأمريكان يتفاوضون هنا وهناك مع الأخوة في قطر، مع الأخوة في عمان، يحاولون يطرقون الأبواب، يعني حتى زيارة وساطات يمنية عمانية قطرية كبيرة مع إيران مصرية، حتى من الأخوة في الأردن مع الجانب الإيراني. فقط أرجوكم أمهلونا بعض الوقت، أرجوكم أن يكون الرد يعني عسكري، لا يكون الرد مدني يعني حقيقة. وقالوا نفتح لكم كل شيء، أموال مجمدة، حصار، رفع كذا، يعني هذا اللي عرض على إيران مقابل عدم الرد خلال هذه الفترة، عرض أمريكيا على عدم الرد. ردوا مع الرد تمام المحدود التكتيكي أو كذا، نحن نعطيكم كل شيء. لكن ما هو موقف إيران؟ لا، إيران رافضة بكل الوساطات التي يعني حصلت، متمسكة بالرد، متمسكة إلى هذه اللحظة بالرد.